ويا هلا والله وسهلا وحياكم الله بوصفة جديدة من وصفات ثمار العقيلات. سخنت عندي هنا القلاية وبحط فيها الباذنجان والبطاطس. اللي وده يضيف الكوسة يضيفها، لكن أنا ما أحبها. قلبتها بشوي زيت زيتون وبترك وبحطها بالقلاية لحد ما يخلص، وبعدين ننتقل للخطوة اللي بعدها. نبدأ بسم الله بحمص اللحمة. حطيت هنا مكعبات بصل وبضيف لها شوية زيت، بضيف ثوم مهروس وأستمر بالتقليب. الحمص عندي البصل والثوم، بضيف الآن اللحمة المفرومة. اللحمة ما أخذتها من ثمار العقيلات، فريش وطازجة وذبح يومي يوصلهم. بعد ما تغير لون اللحمة بضيف الآن معجون الطماطم اللي هي الصلصة. يجي هالحين دور الكمون والكزبرة. بحط الآن رشة بسيطة من معجون الماجي الأصفر ورشة بابريكا، تعطيها نكهة جدا جميلة. وعندي هنا فلفل أسود وملح. آخر إضافة بتكون الطماطم المعصورة، وبقلبها وخليها على نار هادية تقريبا أبو 10 دقائق تتسبك، وبعدين نروح للخطوة اللي بعدها. نجي هالحين عندنا بصلح البشاميل. حطيت هنا بالقدر شوية زيت وقطعة زبدة مثل ما انتم شايفين، انتظرها بس تسخن وتذوب الزبدة. كان عندي الزيت وذابت قطعة الزبدة، بضيف الآن الدقيق وبستمر بالتحريك. المقادير كلها بكتبها لكم، غير ان اصلا البشاميل صلحته انا وياكم كذا مرة. قلبت الدقيق ابو دقيقتين الى 3 دقائق، وببدأ اضيف له الآن حليب حار بالتدريج واحرك الحليب، حاطة فيه نتفة ملح. بستمر بالتحريك، استمر بالتحريك مثل ما انتم شايفين، شوفوا القوام يهبل والريحة تاخذ العقل. بضيف الآن حبتين جبن كيري وبياض بيضة، خليكم معي بياض البيضة، واستمر بالتحريك. الصفار خلوه على جنب، نبي نستخدمه للوجه. نبدأ الحين مرحلة جمع الأشياء اللي حنا سويناها. نبدأ أول شيء بالخضار، البطاطس والباذنجان، بحط طبقة أولى بالصينية. بوزع على الطبقة الأولى من البطاطس والباذنجان اللحمة المفرومة اللي معصجة مع البهارات والطماطم والصلصة، الريحة تبارك الرحمن. لابد من الإجرام بعض من مكعبات جبنة الفيتا، هي اختياري هالمرحلة، لكن بتعطيكم نكهة خرافية، جربوها وادعوا لي. بعد الجبنة الفيتا بحط طبقة من البشاميل، ما راح تكون كثيرة بس مجرد انها تعطيها نكهة، يعني اكتفي بمغرفة. وبعدها عاد ارجع احط الكمية المتبقية من البطاطس والباذنجان، برتبها وارجع لكم. ونفس الشيء بتكرار الطبقات بحط جبنة الفيتا. واخر كمية من اللحمة المعصجة اللي عندي، بحط كل الكمية وارجع لكم. بغطي الان الوجه كله بكمية البشاميل اللي موجودة عندي. شفتوا البيضة اللي أخذنا بياضها وحطيناها مع الجبنة وسط الخلطة البشاميل، هالحين الصفار حقها هو اللي بحطه على الوجه، ولا راح يطلع لا ريحة ولا نكهة ولا شيء، بس بيعطيها لون ولمعة تجنن. وزعوه كذا بالملعقة وعلى الوجه، لا بأس من رشة من الجبنة الموزاريلا المبشور، بيعطيها لون بعد وطعام مرة لذيذ. وعشان نعطيها مظهر حلو رشة بابريكا حلوة خفيفة جدا، بس أساس تتداخل مع ألوان البيض والجبنة وتعطيها لون جميل. وعلى الفرن تقريبا بتاخذ لها 20 دقيقة، النار من فوق ومن تحت لحد ما تتحمر وتتسبك ويتجانس الطعام.